مشارف التاريخ بنت أسطورة حضارتها، فاختلست من الفن أبهى حلله ومن الطبيعة سر نضارتها. ألمانيا مزيج غامض من السحر يجمع ما بين رونق الثقافة ورقي العمران، فلا عجب أن وصفت بكوكب السياحة لما تخفيه في ربوعها من معالم مذهلة تستقطب الزوار من كل مكان. في كل مدينة ألمانية حكايات خاصة ومتعة فريدة من نوعها، فالعاصمة برلين تختزل قصة تاريخ فني وثقافي ينبض بالحضارة والجمال. لعل أبرز ما يلفت الزائر فيها قصر شارلوتنبرغ الذي يعتبر أحد الآثار المتبقية من العصر الذهبي للمعمار في ألمانيا. كما تشتهر العاصمة بحديقة تيرغاتن ذات الطبيعة الخضراء والهدوء، يرتادها العديد من الزوار لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية. تزخر العاصمة أيضا بالعديد من المتاحف الشهيرة التي تمثل حضارة باذخة الفن. بعيدا عن العاصمة برلين يجد محبو الهدوء والشاعرية ضالتهم في بلدة روتنبرغ أب دير تاوبر التي تعد إحدى المحطات الهامة فيما يعرف بالطريق الرومانسي الذي يربط فورتسبرغ بمدينة فوسن. تمتاز هذه البلدة في بافاريا بأبنيتها الأثرية الساحرة التي تعود إلى القرون الوسطى، ولا زالت محتفظة ببريقها حتى اليوم كأيقونة تاريخية تجذب السياح. يوازيها في القدم والعراقة مدينة درسدن السياحية الواقعة على حدود التشيك. هذه المدينة التي تشتمل على الكثير من المعالم الجذابة تعرف بتاريخها العريق واشتهرت باسم صندوق المجوهرات، حيث تمتلك تصميمات هامة وضخمة في الفن والهندسة المعمارية المذهلة التي تعيد الزائر إلى القرن الثامن عشر. ولعل أهم معالمها السياحية هو قصر زوينجر المتميز الذي يترجم جمال وسحر العمارة في العصر الباروكي بما يحويه من حدائق وتماثيل ملفتة مصحوبة بالنوافير العجيبة. كنت تطمح إلى رحلة مختلفة ومغايرة تماماً في أحضان ألمانيا، ما عليك إلا أن تقصد الغابة السوداء هنا، حيث تركت الطبيعة فتنتها على هيئة وشاح أخضر يكتسي القرى والبلدات بمشهد بهي يخطف الأنفاس. تلقب هذه الغابة بالجوهرة السوداء، فهي تتزين بالأشجار الضخمة والنباتات الخضراء، كما أنها تتميز بوجود العديد من البحيرات، الشلالات والحيوانات التي جعلت منها لوحة بديعة لا يمل الناظر تأملها. تضم الغابة الكثير من المدن الكبرى أبرزها مدينة شوتغارت وبادن بادن، إضافة إلى مئات القرى الصغيرة. آخر من عجائب ألمانيا يتجسد فيما تحتويه من قصور وقلاع معمارية تنسج بشموخها حكاية تاريخ بأكمله. تقصه عليك قلعة هونسلورن التي شيدت في القرن الحادي عشر،
تقع القلعة على بعد 50 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة تشوتغارد، منتصبة على قمة جبل هونزولون بارتفاع 855 مترا من سطح البحر، في مشهد مهيب يبهر الأنظار. يقابلها في الجمال والغرابة قصر ليندروف الواقع جنوب غرب ولاية بافاريا الألمانية. هنا لم تبارحك مشاعر الدهشة وأنت تتأمل تصميم القصر الذي شيده ملك بافاريا لودفيج الثاني الملقب بالملك المجنون لغرابة أطواره، وأراد أن يبني القصر بين تضاريس الجبال والغابات بحديقة عجيبة جعلت منه تحفة فنية ملفتة. للأطفال أيضا وجهتهم الخاصة التي ترضي شغف براءتهم وشقاوتهم في ألمانيا، متجسدة في أوروبا بارك التي تعد إحدى مدن الألعاب الأكثر زيارة في العالم والأكبر في ألمانيا. تليها في المساحة والغرابة حديقة هايدا في ولاية ساكسونيا السفلى، وتتميز بسكة الموت التي تحبس الأنفاس والكثير من الألعاب الفريدة والمسلية. طبيعتها، قصورها وأساطيرها، تترك ألمانيا في ذاكرة زائرها بصمة خاصة. فإذا ما حللت في رحالها لا تكترث لعقارب الزمن، فقط استمع لما تقوله لك مدنها من حكايا واطلق حواسك للمرح والجنون.